أخبار اليوم. النهارده واحنا معاكم من مدرسة الأورمان الثانوية بنات، معانا سيادة المستشارة ريهام شريتي. النهارده هتكلمينا حضرتك عن اليوم الأخير في مرحلة الإعادة من الانتخابات البرلمانية، كيف تتم سير العملية الانتخابية عند حضرتك في اللجنة؟ لا بتتم الحمد لله بهدوء، والعملية يعني هادية شوية، مش عايزين نقول إن هي ضعيفة، أحسن شوية من ضعيفة، وإن شاء الله متوقعين عدد يزيد إن شاء الله بعد الساعة الرابعة 3:30 إن شاء الله. ويعني بشجع الناس إن شاء الله إنهم ينزلوا والجو كويس، فالحمد لله. كان في اي حالات تجاوزات بالنسبه في وجود اللجنه هنا ولا كانت؟ لا نهائيا، الجو هادي والعمليه ماشيه منظمه قوي. اللجنه العليا منظمه اصلا، الورقه كده مريحه، وطبعا الاعاده اتنين مرشحين، بنختار مرشح واحد على مقعد واحد، فالعمليه سهله ما بتاخدش وقت. يعني كان كبار السن اليوم تواجد أيوة بالنسبة للمرحلة الأولى ومرحلة الإعادة، حضرتك كلمينا عنهم. لا كبار السن بصراحة ما شاء الله عليهم، والله يعني بحييهم كلهم، ما فيش حد فيهم مقصر، كله نازل. يعني أنا ملاحظة أن كبار السن كلهم ما فيش حد فيهم متخلف خالص عن الحضور. يمكن الشرطة موفرة كراسي لذوي الاحتياجات، ده كان الشرطة طبعا موفرة كراسي بره، بنلاقيهم جايين بيهم لغاية هنا، ما فيش أي صعوبة، فالحمد لله. يعني كل حاجة ميسرة، والله بقول لحضرتك من أول اللجنة العليا ميسرة الإجراءات جدا، إحنا هنا في اللجنة طبعا بنتعاون معهم جدا، الشرطة والداخلية، لدرجة إن حضرتك من تبصي من بره عاملين تينة تحسبا إن مثلا يكون شمس أو مطر أو كده، للناس لو في يعني تدفق كتير أو كده، فالحمد لله والله بحييهم وبشكرهم، وربنا يكون في العون إن شاء الله. يعني ساعات ويتم بعد كده إغلاق باب التصويت ويتم عملية الفتح، حضرتك تشرحي لنا إزاي بيتم بعد كده الفتح؟ طبعا احنا لغاية دلوقتي التعليمات عندنا لغاية الساعة 9 بنطلع جمعية الانتخاب بره، بنتأكد إن مفيش حد، لو في حد بنحصر الأسماء في كشف، وبدأوا يدخلوا كلهم يدلوا بأصواتهم، بعد كده بنبدأ بقى فتح الصناديق، بيبقى كله بقى في حضورنا كلنا والمندوبين الوكلاء بتوعهم، وبنبدأ بقى الفرز ونثبت ده كله في المحاضر، وبيستلموا طبعا نسخ، المندوبين تاخد نسخ من المحاضر دي بالنتيجه كلها وبنسلمها في اللجنه العامه. احنا بنشكر حضرتك يا سياده المستشار. الف شكر.